أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عندما يريد شخص إخراج صك على أرضه التي أحياها أحياء شرعية، لا يتم إخراج صكه إلا بإثبات أنه تم الإحياء قبل عام 1385. السؤال: ما حكم الشهادة بأنه تم الإحياء قبل هذا العام والواقع غير ذلك؟ حكمها أنها كذب، شهادة زور، كذب وشهادة زور، ألا يجوز هذا؟ نعم.